ازيكم عاملين ايه؟ احنا في فيديو جديد من البحر برضه، بس كافيه مختلف. فدلوقتي هنشوف هنطلب ايه ونكون مية معانا. بصوا، مش قادرة اقولكوا على منظر البحر. بصوا الصيادين بيصطادوا فين، والقعدة هنا في البحر وهو بصوا يا جماعة، ده المنيو. دلوقتي هقولكوا انا هطلب ايه. بصوا، ده الكافيه اسمه كرافت، تمام. موجود في سيد جبر على البحر. بصوا انا طلبت جولد شويبس، تمام. هنا في بابايا يعني كل بقى مبتش شاي، تمام. دي الطلبات يعني. بصوا يا جماعة، انا قلت اصورلكوا الاسعار تاني. الاسعار حلوة جدا ومعقولة يعني، مش غالية. برضو القعدة وهم يعني منك للبحر على طول. فبجد انصحكم تجربوا الكافيه ده وتقولوا لي رأيكم. بصوا يا جماعة، ده اسم الكافيه من بره، اسمه كرافت. بصراحة اسعاره حلوة قوي زي ما قلت لكم، وعلى البحر على طول. فبجد جربوه وقولوا لي ايه رأيكم. كمان في حاجة مهمة جدا، في كمان ملاهي للأطفال عشان يعني يتسلوا ويلعبوا برضو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. شكرا ليكم.